السلام عليكم ورحمة الله. هذا تاهو موديل 2008. اسمعوا الصوت اللي في الماكينة. طبعا واضح انه صوت تكايات، لكن بقول لكم شيء غريب نوعا ما. طبعا لاحظوا كيف علامة المحرك بسبب المسفير وعلامة التركشن. السيارة هذه حسب كلام صاحبها يقول ما كان فيها شيء، اللهم كانت لمبة الماكينة والعة، وراح فحص وطلع له حساس ضغط الزيت. وبعد ما غيرت حساس ضغط الزيت ايش صار؟ طلع لي الصوت هذا. طلع لك الصوت هذا وصوت عجيب. وبعدين حتى العزم أكيد خف العزم، خف كل شيء. طيب. وزاد الصوت، زاد أكثر وأكثر. طيب سؤال، هل شكيته واتهمت صاحب الورشة اللي قبل؟ والله كان نيتي، كان لكن نيتي. واحد من الزملاء الله يجزاه خير قال لي أول شيء روح عند الأخ أحمد الحربي على أساس يشوف إيش الوضع. عموما بقول لكم إيش الموضوع للأمانة. السيارة هذه فيها نظام توفير الوقود اللي يوقف 4 سلندر ويشغل 4 سلندر، بعضهم يسميه Active Fuel Management، هذا اسمه العلمي، وبعضهم يسميه نظام 4 سلندر. المهم يا شباب، لما يعطل أي حساس، فليكن مثلا حساس ضغط الزيت، يتوقف نظام Active Fuel Management عن العمل، وتبقى السيارة شغالة على نظام 8 سلندر. طبعا ما هي محصورة بس على حساس ضغط الزيت، مجموعة كبيرة من الحساسات. فإيش الحاصل ولكن بالأخص حساس ضغط الزيت؟ إيش اللي حاصل لما تبقى فترة طويلة السيارة شغالة على نظام 8 سلندر مع الرواسب والتشحيم اللي داخل المحرك، خصوصا للناس اللي ما يستخدمون زيوت جيدة، أول ما يرجع يشتغل النظام مرة ثانية تصير مشكلة في التكايات. فإذا الفني اللي اشتغل أنا بوجهة نظري ما خرب شيء، ولكن النظام جلس فترة طويلة متعطل أو متوقف عن العمل واشتغل بشكل مفاجئ وحدثت مشكلة أنه تعطلت واحدة من التكايات أو أكثر. فباختصار شديد، إذا تعطل عندك أي حساس مثل حساس ضغط الزيت بالأخص، لا تتأخر وبعدين تغيره، صلح سيارتك مباشرة، لأنه تأخيرك في إصلاحه قد يتسبب لك في مشكلة أخرى بعد ما تصلحه. زي ما ذكرت لكم، النظام يبقى واقف فترة طويلة وبشكل مفاجئ يشتغل فتتعطل التكايات. فجماعة لازم نتحرى شوية، يعني ما ينفع نظلم فني اشتغل وغير لك حساس. أنا زيكم ترى، لو جتني زي الحالة هذه وما قد مرتني كثير وعرفت المشكلة هذه راح أقول الفني اشتغل شيء خطأ. والصحيح الفني ما له ذنب، المشكلة في النظام اللي توقف فترة طويلة وبعدين رجع اشتغل بشكل مفاجئ وحدثت مشكلة في التكايات. طبعا أكيد حتسألوني كم الوقت اللي استغرقت السيارة عطلانة. حسب كلام صاحبها بلسانه كم جلست ما غيرت الحساس؟ تقريبا سنتين او اكثر. من سنتين او اكثر وانت مطنش حساس ضغط الزيت، والسيارة ماشية 250,000، والزيت اللي يستخدموا لها 10W30 من نوعية ممتازة. يعني الزيت ما هو السبب، السبب طول فترة توقف النظام عن العمل.